خير جماعة، يوم بدنا نكمل احنا بشابتر 3. شابتر 3 لهون اخذنا بارت الاول واخذنا البارت الثاني. المرة الماضية اخذنا عن كارنت سايكل، اليوم بدنا ندخل in more details بالكارنت سايكل بارت سي. اليوم بدنا عامل سكرين شوت عندكم صح؟ ليش هيك اليوم بدنا نكمل ب chapter ب part C ب chapter 3. رح نحكي عن second law of thermodynamics. هذا chapter رح يتناول second و third. لساتنا احنا بال second law of thermodynamics. هلا اليوم بمحاضرتنا رح ناخذ عن عنوانها حيكون efficiency of reversible Carnot engine. هلا المره الماضيه اخذنا عن الكارنت سايكل ايش التحولات اللي بتصير فيها. رح سميناها سايكل ليه؟ لانه بنبلش بنقطه وبنرجع لنفس النقطه بعد فتره زمنيه. هلا بس خلال هاي الرحله تاعتنا في كان عندنا اربع تحولات بتصير، منهم اثنتين ايزوثيرمال يعني على درجه حراره ثابته، في منهم تنتين ديباتيك يعني انه درجة الحرارة بتختلف، بيكون عندنا ايزوليتد سيستم. حكينا اكسبيرمنتالي كيف بيصيروا، شو الورك في كل وحدة فيهم، شو الهيت، الانترنال انرجي، القوانين، وبالاخر طلعنا النت للسايكل، النت ورك كم، النت هيت كم، والنت انترنال انرجي كم. هلا اليوم حكينا احنا الكارنوت سايكل بتختص بالانجن بالمحركات، والمحركات اللي بتعتمد على الحرارة، تمام؟ يعني حرارة بتم تحويلها لطاقة حركية. فكان المهم أو شو سبب دراسة ومن وين طلع السكند لو اللي هو بسبب هاي المحركات، إنه إحنا بدنا نحصل على إفيشنسي عالية. شو يعني إفيشنسي عالية؟ كفاءة فعالية عالية، يعني إنه أنا أحول أكبر قدر ممكن من هاي الطاقة الحرارية إلى طاقة حركية أو إلى وورك اللي هو الشغل. فإذن عنواننا اليوم Efficiency of Reversible Carnot Engine. هلأ Carnot Engine إنه محرك، يعني لأنه هو السايكل تاعت Carnot بتعبر عن محرك، وReversible إنه عملية عكسية، وفي عنا Efficiency اللي هي الفعالية أو كفاءة Carnot Engine اللي هي أكبر قدر ممكن من هاي الهيت اللي بتطلع إنها تتحول لطاقة حركية. Efficiency of a reversible Carnot engine شو هي؟ Can be defined، ممكن أعرفها لأنها work done by the system during the cycle، هو عبارة عن الشغل اللي بتم إنجازه أو إنه بنتج عنا خلال هاي السايكل اللي أخذناها المرة الماضية. Divided by the work that would have been done if all the heat absorbed at the higher temperature had been converted into work. يعني بمعنى إنه الإفشنسي هي عبارة عن الورك مقسومة على الهيت، مش هي أنا إفشنسي أو الكفاءة قديش هيت بتحول لورك، يعني زي كأني بعمل نسبة دائما الورك اللي بيطلع معنا أقل من الهيت، لأنه في جزء بيضيع زي ما حكينا المرات الماضية، هنحكي كمان شوي. فإذا دائما الورك رح يكون أقل من مين؟ من الهيت. فإذا قديش نسبة الورك الناتجة بالنسبة للهيت اللي دخلت أو تكونت، هاي هي الإفشنسي. فإذا الإفشنسي هي عبارة عن حاصل قسمة الورك مقسومة على الهيت. طبعا الهيت اللي بتكون على درجة حرارة عالية، يعني بتكون في عندنا تو تمبرتشر، واحدة كولد وواحدة هوت، زي ما حكينا المرة الماضية، إنه بسخن برجع ببرد زي هيك. فهلا هون الورك مر معنا سابقا أو استنتجنا بالنت ورك للسايكل كان عبارة عن R مضروبة في تي هات ناقص تي كولد في لين في 2 على في 1. هذا القانون طلعناه وين؟ المرة الماضية بالجدول بالنت للسايكل. فإذا الورك للسايكل هذا قانونه، والهيت للسايكل كان هو عبارة عن ار في
في تي هات في لان في 2 على في 1. هلا الهيت المره الماضيه للسايكل حكينا هي نفسها الورك بس الاشاره مختلفه صح. هلا هون بما انه بحكي لي كيو هات يعني بس على درجه الحراره العاليه مش على درجه الحراره البارده الواطيه، فاذا هون انا ما بحط انها هي نفسها الورك، لا هي عباره عن نفس القانون بس بدل تي هات ناقص تي كولد بنحط بس تمبرشر اللي هي تي هات. فاذا هون الورك مقسوم على الكيوب، نعرف هذول من وين جبناهم من الجدول اللي اخذناه اخر مره المره الماضيه اللي طلعنا النت للسايكل شو بصير فيها. هلا هون بنعمل اختصارات، شو الاختصارات؟ ار مع ار بتروح واللين مع اللين بيروحوا مع بعض. شو بصفي عنا هون؟ بصفي عنا تي هات ناقص تي كول على تي هات واللي هاي الافشنسي. فإذا عرفنا درجة الحرارة العالية ودرجة الحرارة الواطية ممكن أحسب الإفشنسي، إذا عرفنا الورك وعرفنا الكيو آت تمبرتشر العالية ممكن نحسب الإفشنسي، في عنا حسب المعطيات اللي عنا ممكن نطبقها ونطلع الإفشنسي. هلا this efficiency is unity، شو يعني unity؟ هاي الكفاءة اللي أنا بدي أوصل لها اللي هي 100% يعني بتساوي 1 أو إنه 100% تكون الدرجة. فonly if the lower temperature TC is zero بمعنى if the heat is rejected at absolute zero، يعني هون متى بتكون الإفشنسي 100%؟ يعني لما بيكون في عندي ضياع بالهيت اللي بتطلع معي بالمرة. هلا this result provides a definition of the absolute zero. The efficiency is also the net heat absorbed. كمان ممكن نعبر عن الإفشنسي إنه هي عبارة عن محصلة الهيت اللي بيتم امتصاصها مشان تتحول لإيش؟ لشغل، واللي هي عبارة عن الكيو الهيت اللي بتنتج لما بتكون درجة حرارة تي كولد، واللي زائد الهيت اللي بتنتج لما درجة الحرارة بتكون تي هات. هاي مقسومة على الهيت absorbed at higher temperature، مقسومة على الهيت اللي بيتم امتصاصها على التمبريتشر العالي، بمعنى انه انا ممكن اعبر عن الافشنسي بهذا كمان المصطلح. قبل شوي كانت تي كولد ناقص تي هات ناقص تي كولد على تي هات، هلا هون هي تي هات زائد تي كولد على زائد كيو كولد على كيو هات. فاذا الافشنسي ممكن كمان اعبر عنها بهذا القانون. Note that QC is in fact negative، يعني قبل احنا كان عندنا تي هات ناقص تي كولد صح؟ هلا هون حطينا زائد QC، ليش حطينا زائد QC؟ لأنه QC أصلا بتكون عبارة عن نيجاتيف لأنه بصير في عندي بلس للحرارة. هلا نساوي القانونين، القانون اللي قبل مع هذا القانون، T hot ناقص T cold على T hot بيساوي T hot زائد T Q hot زائد Q cold على، أو ممكن نعبر عنها بهاي الطريقة اللي هي minus T hot على T cold بتساوي كيو هات على كيو كولد. فإذا هاي كلها expressions إنه كيف ممكن أحسب efficiency اللي كفاءة هذا المحرك. خلينا ناخذ example مثال عشان إنه نحسب efficiency. The accompanying diagram represent a reversible Carnot cycle for an ideal gas. Accompanying diagram يعني الصورة المرافقة بتمثل reversible Carnot cycle for an ideal gas. هلا هو الرسمة لازم تكون موجودة عندنا هون وأنا مش حطيتها. هلا what is شو مطلوب منا؟ What is the thermodynamic efficiency of the engine؟ شو هي thermodynamic efficiency؟ يعني بدنا الإفشنسي. How much heat is absorbed at 500 كلفن؟ How much heat is rejected at 200 كلفن؟ In order for the engine to perform 1 kilojoule of work, how much heat must be absorbed? مشان يطلع لي 1 كيلوجول شغل قديش لازم انه يمتص حراره. هلا هون الرسمه لازم تكون عندنا شوي، بس بدي اطلعها لازم تكون الرسمه موجوده مشان نعرف، لان المعطيات اصلا موجوده بالرسمه. هي ريدلر كتاب ريدلر هون. هذا المثال، فهي الرسمة، خليني آخذها.
حطها بالبوربوينت عشان نحب نعملها. نرجع نكبر ونعمل ريكورد. تمام، هلا الرسمة هيئتها هاي لأنه المعطيات موجودة فيها. فشو المعطيات؟ هي عبارة عن كارن سايكل زي ما احنا شايفين، A ل B ل C ل D. معطينا تي هات هي عبارة عن 500 كلفن، تي كولد هي عبارة عن 200 كلفن، معطينا النتورك داون عبارة عن 60 جول، يعني معطينا قيمة الشغل. أول فرع طالب منا اللي هو What is the thermodynamic efficiency of the engine؟ الإفشنسي بما إنه معطيني التي هات ومعطيني التي كولد، هلا هو حسب القوانين اللي أخذناها إذا أعطاني الورك وأعطاني الكيو على التي هات ممكن إنه إحنا نحسب الإفشنسي، بس أنا الكيو آد تي هات مش معطيني إياها. شو معطينا؟ معطينا تي هات وتي كولد. ففي واحد من القوانين اللي هو تي هات ناقص تي كولد على تي هات، فبناخذ 500 ناقص 200 على 200، 500 ناقص 200 على 200 بيعطينا 0.6، نضربها ب 100 بتعطينا 60%، إذا الإفشنسي هي عبارة عن 60%. تمام، كيف حسبناها؟ على هذا القانون. هلا المطلوب الثاني، how much heat is absorbed at 500 كلفن. هلا 500 كلفن هي التي هات، قديش كمية الهيت اللي تمتص على هاي التمبرشور؟ هلا احنا من الإفشنسي بتساوي ورك على كيو هات، صح؟ احنا بدنا كيو هات، فإذا كيو هات شو بدها تساوي؟ بدها تساوي الورك مقسوم على الإفشنسي، فالورك كم عندنا؟ 60 جول، بنقسمه على الإفشنسي اللي هي 0.6، بيعطينا الهيت ابزوربد ات 500 اللي هي بتساوي efficiency تساوي work على كيو هيت. كيو هات انا بدي كيو هات، هاي هي المطلوبه اللي بتساوي work على efficiency. فالwork اللي هو عباره عن 60 جول مقسوم على 0.6 اللي هي efficiency وتساوي 100 جول. تمام، بيطلع معنا الهيت على 500 كلفن اللي هي 100 جول. How much heat is rejected at 200؟ هلا قديش كمية الهيت اللي أنا بفقدها على 200؟ قديش هاي بدها تساوي؟ 100 ناقص 60 بيعطينا، هاي يساوي لازم هون يساوي 40 جول. كنا نحسبها إنه اللي على 200 ناقص اللي هو الورك اللي طلع معي بيعطينا اللي هي rejected 40، يعني مشان أنا أكمل 100% قديش بتزمني؟ بتزمني 40، فهاي هي rejected. هلا دي since the efficiency is 0.6 the heat required to produce 1000 joule of work is. هلا دي شو بده منا كان؟ بده انه معطيني الورك اللي هو 1 كيلو جول، يعني 1000 جول. قديش الهيت اللي لازم تمتص مشان يعطيني اللي هو الألف جول؟ فإحنا هون الإفشنسي هي 0.6، الإفشنسي هي نفسها ثابتة، والهيت ريكوير تو برودوس واحد اللي هي 1000 جول، يعني الورك موجود والإفشنسي موجودة، بصفي أحسب الهيت هون على نفس القانون، بس شو غيرنا؟ غيرنا قيمة الورك، فكيو بتساوي الورك على الإفشنسي. هلا الورك صارت 1000، كم الإفشنسي 0.6، فبيطلع معنا 1667 جول، يعني 1.76 كيلو جول هيت. فهاي أسئلة زي هيك حيجينا بالامتحان على كارنت سايكل، بيجينا سؤال زي هيك إنه رسمة، ومن هاي الرسمة في معطيات، واحسب لي الإفشنسي، احسب لي الهيت على التي هات، احسب لي كيو سي ممكن على 200، فحسب إنه شو مطلوب. بالبروبلمز بنرجع بنغطي هذا الموضوع مرة ثانية إن شاء الله. هلا بدنا نروح لعنوان كمان متعلق بالإشي اللي بنحكي له، هو كارنوتس ثيوريم. شو يعني كارنوتس ثيوريم؟ يعني نظرية كارنوت، يعني شو هي الأساس والنظرية اللي بنى عليها كارنوت سكند لو ثيرموداينامك.
او انه شو الاساس اللي اعتمدوا في المحرك. في عندنا محرك اسمه كارنوت انجن، محرك كارنوت. هلا كارنوت بحكي لي انه يعني احسن افشنسي بنحصل عليها اللي هو لما بكون عندي تركيبه المحركات على شكل اللي هو كارنوت ثيرم مبنيه على هذا المبدا. كارنوت سايكل واز discussed previously فور ان ايديال كيس. يعني احنا الحكي اللي حكيناه قبل شوي هو كارنوت سايكل، انه احنا بنستخدم ايديال جاز داخل السلندر داخل البستون هاي، انه البخار اللي بيطلع معي الستيم اللي بيحرك المحرك هو عباره عن ايديال جاز. هلا similar reversible cycle can be performed with other material including solids and liquids and the efficiencies of these cycles determined. هلا بنفس الطريقه similar reversible cycle يعني ممكن انا اطبق نفس السايكل على مواد ثانيه مش بس على غازات، ممكن ايديال جاز ممكن اطبقها على solids ممكن اطبقها على liquids and the efficiencies of these cycles determined. هلا الافشنسي لهي السايكل ممكن نحددها بنفس الطريقة. The important of the reversible cycle for the ideal gas is that it gives us an extremely simple expression for the efficiency. شو إنه أنا أطبق هاي الكارنوت ثيرم اللي هو إنه مشان نحسب الإفشنسي. والإفشنسي حسب كارنوت ثيرم اللي هي تي هات ناقص تي كولد على تي هات. هلا we will now show by theorem due to the Carnot. يعني هلا بدنا احنا نوضح من خلال نظرية، وهي نظرية بترجع للكارنوت، that the efficiency of all reversible cycles operating between the temperature T hot and T cold is the same. يعني الاشي اللي احنا نثبته حاليا اللي هو انه الافشنسي فعالية او كفاءة كل المحركات اللي بتشتغل على اساس انها ريفرسبل سايكل يعني عمليه عكسيه ما بين درجه حراره تي هات وتي كولد كلها بستخدم لها نفس قانون الافشنسي، يعني كلها بحسب لها الافشنسي بنفس القانون اللي هي تي هات ناقص تي كولد على تي هات. هلا هذا الشيء احنا بدنا نثبته من خلال هلا this result leads to important quantitative formulation of the second law of thermodynamics. وليش احنا مهتمين بهذا الاشي؟ لانه هذا بيعطينا كمان شوي expression للـ second law of thermodynamics اللي هو قانون الثاني بالديناميكا الحرارية. Carnot theorem اللي هي النظرية اللي انا بدي افسر عليها هذا الاشي او اثبت انه كل reversible cycle لها نفس الافشنسي، انه Carnot theorem تفترض state that no heat engine working in a cycle between two constant temperature reservoir can be more efficient than a reversible engine working between the same reservoir. يعني انه ما في عندنا ولا انه محركات بيشتغلوا بشكل دائري ما بين درجتين حرارة مختلفات، يعني واحدة حامية واحدة منخفضة، انه رح يعطونا efficiency اكثر من لما يكون هذول التو سايكل ريفرسبل يعني عكس بعض، يعني يكون عندي زي محركين واحد بيشتغل باتجاه والثاني بيشتغل باتجاه العكسي، فما في اي تركيبة ثانية ممكن تعطينا انه اشي غير هيك. هلا هون شو بدنا نعمل احنا؟ بدنا نفترض انه في عندي محركين. كارنوت شو عمل؟ suppose that there are two reversible engines. في عندي محركين، هذول المحركين بيشتغلوا بشكل reversible. المحرك الأول هو عبارة عن A والمحرك الثاني عبارة عن B، واثنين من نوع Carnot، Carnot engine A Carnot engine B. هلا هذول الاثنين موجودين ما بين two temperature، واحدة T hot والثاني T cold. هذا بدنا نسميه T hot reversible، يعني زي مصدر ل أو خزان أو مستودع للحرارة الحامية، وهون مستودع للحرارة الباردة. هلا suppose that there are two engines A and B operating reversibly between T hot and T cold. They run together. هلا هذول المحركين هم عبارة بيشتغلوا بشكل عكسي ما بين هذول الـ two temperature وبيشتغلوا مع بعض بنفس الوقت. هلا A has a higher efficiency than B. بحكي لنا بدنا نفترض انه A له الافشنسي هاي، طبعا هذا الفرض رح نفترض كمان شوي انه غلط،
لا لانه هذول المحركين لازم يعطوني نفس الافشنسي. احنا هذا الشيء بدنا نثبته، انه هذول المحركين لازم يكون لها نفس الافشنسي. فاذا هو بحكي لنا A is a higher efficiency than B، بالتالي انه كفاءة A اكثر من كفاءة B، بالتالي A رح يشتغل ورح يخلي B يشتغل بالاتجاه المعاكس له. ف A forces B to work in reverse، يعني رح يفرض على B انه يشتغل بالاتجاه المعاكس له. هلا المحرك A رح يعطينا heat مقدارها QH، والمحرك B رح يعطينا hot مقدارها نفس الشيء QH، بس إيش to the hot reservoir. يعني هون طلعوا الـ engine A اللي هو المحرك A رح ياخذ حرارة مقدارها TQH من مصدر الحرارة اللي عندنا هون. هلأ جزء من هاي الحرارة لما توصل للإنجن جزء منها رح يتحول لشغل، وجزء منها رح يروح للمحرك B ويخليه يشتغل بالاتجاه الثاني، وجزء رح يصير له لاست اللي هو انا بسميها تي كارد، انه رح يفقد. هلا احنا هون كيو سي بي ناقص كيو سي اي بيساوي الشغل المبذول. هلا هون رح يطلع عندي شغل صح؟ هلا هون المحرك بي لما ياخذ الشغل، لما ياخذ الطاقه اللي بتطلع من الكارنت من الانجن اي، ورح يسحب كمان حراره من وين؟ من تي كولد. مش هون الانجن اي اعطى حراره للتي كولد، هاي رح تروح كمان لوين؟ المحرك بي. فالمحرك بي صار عنده مصدرين، واحد من A واحد من التي كارد، ورح يرجع يعطينا كيو هات تروح مرة ثانية للتي هات اللي هي موجودة هون. هلا هون الحرارة اللي طالعة من الانجن A لكيو سي A، يعني لأنها بتروح للكولد بنسميها سي، واللي بتاخذها بسحبها بي هي عبارة عن كيو سي بي. الفرق بيناتهم، الفرق بيناتهم هو الشغل اللي بيبذله المحرك بالأخير. فهون QCB ناقص QCA بيعطينا الشغل أو الفرق في الشغل المبذول. هلا الـ engines were adjusted to perform equal amount of work in a cycle، يعني تم تركيب هذول المحركين بحيث يعطوني نفس قيمة الشغل بالسايكل. الورك اللي بيتم إنجازه من A هو عبارة عن Q hot زائد Q C، والwork اللي performed by B اللي بنتج من B هو عبارة عن Q hot prime زائد Q C prime. بس مشان نميزهم هما Q hot زائد Q cold اثنين، يعني الهيت اللي من الهيت اللي بسحبها الانجن، والهيت زائد الهيت اللي بحركها لwork بيشغلها لwork، والهيت اللي بفقدها. فهذول الثنتين مجموعهم اللي هم الـ work performed by A، والشغل اللي performed by B هو عبارة عن، بس مشان أميزها عن الأولى بنحط prime. فهلا مشان نعبر عنهم هذول التنتين الـ quantity متساويات، يعني بالآخر الـ work اللي بيطلع عن A بيساوي الـ work اللي بيطلع عن B. معناها إنه الـ heat اللي بيمتصها A هي نفسها الـ heat اللي بيمتصها B، لأنهم طلعوا نفس قيمة الـ work. فإذا these quantities are equal، يعني Q hot زائد Q C بتساوي Q prime hot زائد Q prime C. هلا إحنا بكتابنا هذا الحكي إنه بدل Q capital حطيناها Q small، لأنه بدي أمشي على رموز الكتاب لأنه الرسمة ما كانت مظبوطة. فهلا هون Q hot زائد Q C بتساوي Q prime، نفس الشيء بس إنه بدي أعبر، أصير أستخدم الرموز Q في small. هلا since engine A is more efficient than B، لأنه A الإفشنسي إله أعلى من B زي ما إحنا افترضنا، وهذا الحكي غلط حنثبته كمان شوي، معناه إنه Q hot زائد Q C على Q hot أكبر من Q prime hot زائد Q prime C على Q prime hot. يعني هاد أكبر من هاي، اللي هاد تعبر عن الإفشنسي وأخذناها قبل شوي في بداية المحاضرة، من ناحية تعبير الإفشنسي هذا القانون. فهلا هون الإفشنسي لA أكبر من الإفشنسي لB بناء على الافتراض اللي إحنا افترضناه قبل شوي. It is follows that، هذا معناه إنه Q hot prime أكبر من Q hot و QC أكبر من QC prime، عشان نحقق هاي الفرضية.
نرجع للمحرك تاعنا during the operation of the cycle خلال شغل هاي المحرك أو هاي السايكل in which A has force B to work backward A has absorbed هذا المقدار من الحرارة و B بيمتص هذا المقدار من الحرارة اللي حكينا قبل شوي هاي عملية شو مالها مستمرة يعني تظلها شغالة طول الوقت هذا ال combined system هذول الاثنين كسيستم كامل مع بعض A زائد B has therefore absorbed Q hat ناقص Q hat prime at T hat لما نيجي نعامل على أساس إن هذا سيستم واحد كامل A زائد B معناه إن الحرارة محصلة الحرارة اللي بيتم امتصاصها هي هذا المقدار اللي طلع معنا بس وين على درجة الحرارة العالية وبما إنه Q prime hat أكبر من Q hat then this is a negative quantity هاي عبارة عن Q hat هي عبارة عن negative quantity كمية سالبة معناها the system has rejected a positive amount of heat at a higher temperature إنه السيستم بيضيع حرارة مقدارها إنه موجبة مش إنها سالبة فهلا هون بيتم استنتاج concluded that the original postulate the original postulate اللي هو إنه المحركين مش الإفشنسي حكينا A إفشنسي له أعلى من B وهذا الحكي اللي إحنا توصلنا له هون معناه إنه هذا البوستوليت الفرض هو invalid غير صالح مش صحيح there cannot be two reversible engine A and B operating reversibly between two fixed temperature and having different efficiency الخلاصة اللي بدي أتوصل لها هي إنه التو إنجن هذول الإفشنسي لهم الثنتين وحدة متساوية ما في efficiency أعلى للثاني تمام؟ فإذا الخلاصة من هذا الحكي أو الكارنوت ثيورم معناها إنه الإفشنسي لـ A بتساوي الإفشنسي لـ B ما في عندنا أي two reversible engine بيشتغلوا بـ reversible cycle لهم efficiency مختلفة هلا the generalized cycle the concept of entropy هلا إحنا هون خلصنا عن الكارنوت ثيورم وعن مبدأها وشو الأساس القائم عليها بدنا نروح ل thermodynamic quantity تتعلق بال second law of thermodynamic هلا بال first law of thermodynamic شو thermodynamic parameter أو thermodynamic quantity كانت عبارة عن internal energy طلع معنا الانثالبي هذول المصطلحين هلا في عنا مصطلح خاص ب second law of thermodynamic شو هو المصطلح اللي هو الانثالبي مشان هيك راح نروح لل concept of entropy شوي بالله لأنه هذا التليفون هلا هلا عليكم السلام الله يعافيك يا دكتور تفضل نعم دكتور احنا بننزل بالعادة ثلاث شعر كيمياء عامة هلا احنا بصراحة كنت حكيت مع الدكتور علاء المرة الماضية أساس حد الموعد إنه متى بدكم إياها قال لي انت حطي جدولك وبعدين تعطونا موعدكم فحاليا والله لسه ما ثبت الموعد فاذا انتم عندكم موعد معين ممكن تعطونا اياه تمام ماشي معلش يعني مشان اخلص من رنة التليفون لانه ما حيسكت هلا حكينا انه بدنا انه نحكي عن الانتروبي اللي هو المصطلح اللي يرتبط بالسكند لو اوف ثيرموداينامك بس اسمع سكند لو اوف ثيرموداينامك يعني انتروبي شو هي the efficiency of reversible Carnot cycle is follows that هلا الافشنسي للكارنوت سايكل طلعناها شو بتساوي هلا ممكن نعتبرها كمان هي عبارة عن كيو هات على كيو تي هات زائد كيو سي على تي سي مش حكينا بالبداية كتبنا إنه واحد فيهم ماينس يساوي البوزيتيف هلا جمعناهم وحاصل جمعهم اثنين يساوي زيرو لأنه المجموع كله بده يكون النت يساوي زيرو هلا this equation applies to any reversible cycle that has distinct isothermal and adiabatic parts and this can be put into a more general form to apply to any reversible cycle إنه هاي المعادلة ممكن نطبقها على أي reversible cycle شو ما كانت
وبخاصة السايكل اللي بصير فيها عمليات ايزوثيرمال وادياباتيك زي ما عملنا المرة الماضية في كارنو سايكل. كان في عنا حركتين ايزوثيرمال، كان في عنا تو ستيبس ادياباتيك. كمان it can be put into a more general form to apply to any reversible cycle. يعني مش بالضرورة يكون في عنا ادياباتيك وايزوثيرمال، ممكن تكون سايكل كلها ايزوثيرمال، سايكل كلها ادياباتيك، يعني بشكل عام ممكن انه احنا نطبقها. هلا بدنا نيجي للورد انتروبي. شو هو الانتروبي؟ انتروبي اول اشي تم انه طلعوا هذا الكونسبت ب 1854 باي ذا جيرمان فيزيست اللي هو رودولف جولز. هلا هون اول مرة كان انه طلع عنا الانتروبي. شو تعريفنا للانتروبي؟ الكلمة الجريك المعنى اليوناني او كلمة يونانية اصلها معناها بمعنى حرفي to give a direction، معناها to give a direction وأنا أعطي اتجاه. الاختصار إلها entropy n هاي، أو ممكن نكتبها n trop، معناها change transformation. يعني entropy معناها change أو transformation، تحول تغير زي هيك معناها. to give direction إنه مشان أنا أعطي اتجاه لإشي معين. هلا هاي الرسمة بتعبر عن entropy، بكون في عنا إشي منتظم زي هيك موجود بترتيب معين، بصير له تحول، بصير عندنا الترتيب شو ماله بيروح الترتيب كله، بصير عندنا عشوائي. كان ordered مرتب صار عندنا عشوائية. الانتقال للعشوائية هاي بنسميها الانتروبي. قياسنا لدرجة العشوائية يعني قديش حيصير عندي عشوائية، قديش هاي البارتيكل حتتباعد عن بعض، عشوائية كبيرة عشوائية قليلة، هاي بنسميها هذه الانتروبي اللي هي مقياس للعشوائية. عشوائية معناها disorder. فإذا نيجي نعرف الانتروبي، هلا هنا أمثلة على الانتروبي مثلا أو قياس العشوائية. لما بنحط نقطة حبر بمي طلعوا كيف بالبداية بتتوزع، صار عندي عشوائية خفيف هون، بعدين توزعت أكثر زادت العشوائية، بعدين توزعت بجميع أنحاء المحلول فصار عندنا عشوائي بشكل أكبر. هلا مثلا الآيس كيوب مكعب الثلج لما بيذوب بكون عندي اول اشي بسيستم معين، نظام معين، ترتيب معين للووتر مولكيول. هلا لما بنحول الايس كيوب لووتر بنعملها انصهار بصير عندنا ووتر زي هيك، فهاي بصير عندنا انتروبي اكثر. ليش؟ لانه صار عندي ديس اوردر، صار عندي ترتيب الجزيئات اقل، فترتيب اقل عشوائي اكثر، هون مقياس الانتروبي. سبراي مثلا هون بكون عندنا جزيئات الغاز مضغوطه بوعاء معين بكون ماخذ ترتيب معين، مجرد ما اضغط على علبة السبراي بيطلعوا لبرا هيك بصير في عندي عشوائية. هون نفس الشيء، هاي كمان بتعبر عن الديس اوردر. فإذا هون الانتروبي لما نيجي نعرفها هي عبارة عن measure the amount of disorder in thermal system، هي عبارة عن قياس للعشوائية بالأنظمة الحرارية. شو بنعطيها الرمز؟ بنعطيها الرمز S. هلا الانترنال انرجي كان رمزها U، الانثالبي كان رمزها H، الانتروبي رمزها S، فهي مقياس للعشوائية. كمان الانتروبي هي عبارة عن a function of state، هو عبارة عن اقتران لحالة function state، زي الانتالبي، زي الانترنال انرجي، زي البريشر، زي الفوليوم، مش زي الورك والهيت. الورك والهيت مش state function. and only change entropy have physical significance. هلا هون أنا دائما ما بتعامل مع entropy كإس لحالها، دائما بنتعامل مع change in entropy. ليش؟ لأنه بكون في عندي system معين بتحول لسيستم ثاني، فكيف بدي أقيس أنا disorder؟ بدي أقيس change، التغير اللي صار. فإذا اللي له معنى عنا إحنا اللي هو دلتا S مش S لحالها. entropy هو عبارة عن state function. It is a value is independent of the path by which the state is reached. هلا هو بما انها هي عبارة عن state function، اذا هي ما بتعتمد على الباث او على الطريق اللي انا وصلت لهذا التشينج. زي ما حكينا بالانترنال انرجي، بالانثالبي، مش احنا بنتغير من state الى state. هلا هون ما بيهمني الباث اللي مشينا فيها، احنا بدلنا شغل ولا اعطينا حرارة ولا سحبنا حرارة، مش مهم الباث، المهم اللي هو الستيت الاولى والستيت الثانية والتشينج اللي صارت بناء على التحول. هلا دلتا S ممكن نعبر عنها انه هي تكامل، بما انه هي عبارة عن function of state، من الـ initial state للـ final state dS.
وتساوي تكامل من الانيشال للفاينل في كيو على تي. يعني شو معنى الانتروبي؟ شو هي؟ هي عبارة عن كيو على تي، هي عبارة عن الهيت على التمبريتشر. هاي هي اللي هي الاس الانتروبي. ما انا بحكي عن دلتا اس يعني التغير في الهيت مقسوم على. ففي عنا بناء على الانتروبي في عنا another statement of second law of thermodynamic، في عنا تعبير آخر لsecond law of thermodynamic، واللي هو بحكي لنا إنه the total entropy of an isolated system that undergoes a change cannot decreases. يعني أنا ممكن أحكي كمان قانون للsecond law of thermodynamic بدلالة الانتروبي أو بالاعتماد على الانتروبي، إنه total entropy لأي نظام، هذا النظام مغلق مسكر، لما نيجي نقيس الانتروبي جواته بحكي لنا cannot decreases. شو يعني cannot decreases؟ يعني بالطبيعة spontaneous processes تميل دائما لزيادة الانتروبي، يعني دائما الوضع الطبيعي إنه الانتروبي يزداد ولا يقل. فهذا هو إنه يعني أي من العبارات التالية متعلقة بـ second law of thermodynamics is true، إنه مثلا spontaneous processes tends to increasing in entropy، إنه تزداد الانتروبي، تزداد العشوائية، increase in this order، هاي كمان مش decrease، فالعشوائية دائما تزداد ولا تقل. بمعنى إنه آخر نعبر عنها بمعادلات، تكامل هاي circle، هاي circle معناها in the cycle، يعني هاي هذا التكامل، هاي الإشارة denotes integration over a complete cycle، يعني معناها إنه في عندي complete cycle، عشان هيك بنعبر عن التكامل للcomplete cycle بهذا الشكل. فهو تكامل dQ reversible على temperature، هذا يكافئ تكامل dS ويساوي zero، يعني إنه التغير بشكل عام بالسيستم بالانتروبي إذا كان isolated يساوي zero، cannot be decreases لا يقل. هلا بالسايكل دائما، يعني لو شفتوا السايكل تاعت كارنوت، مش احنا انتقلنا من A ل B من B ل C من C ل D، لو اخذت ورجعنا بالاخير للاوريجينال، يعني لو بدي اخذ التغير في البريشر بالسايكل كاملة كأنه ما تغير، ليش؟ لانه رجعت للاوريجينال، فإذا التغير في البريشر يساوي زيرو. طب بالفوليوم رجعنا لنفس الفوليوم، اذا التغير في الفوليوم يساوي زيرو. تمبريتشر بلشنا من تي هات ورحنا لتي كولد، بعدين رجعنا لتي هات، اذا التغير في التمبريتشر يساوي زيرو. انترنال انرجي، تغيرت الانترنال انرجي ورجعنا للمحصلة انه تساوي زيرو. فاذا بكون عندنا سيستم ايزوليتد، في عندي سايكل وريفرسبل بروسيس، هذول الفانكشن ستيت كلهم تكامل لهم او التغير فيهم او النت المحصله تاعتهم تساوي زيرو. ليش المحصله تساوي زيرو؟ لانه سايكل بنطلق من نقطه برجع لنفس النقطه، يعني الفاينل والانيشال هي واحد، يعني فاينل ناقص انيشال يساوي زيرو. اذا هاي هي اليوم محاضرتنا، تحكي لنا عن الافيشنسي، قانون الافيشنسي او قوانين الافيشنسي اللي احنا اخذناهم، وبتحكي لنا عن كارنوت ثيوريم اللي هي نظريه كارنوت، واللي هي بتركز على انه اي محركات بيشتغلوا بشكل ريفرسبل لهم نفس الافيشنسي، بطبق عليهم نفس قانون الافيشنسي، ما بيختلفوا بالافيشنسي. فهاي هي كانت كارنوت ثيوريم. آخر إشي حكينا عن الانتروبي، شو تعريفنا للانتروبي؟ اللي هو مقياس العشوائية أو درجة العشوائية، وإنه هو عبارة عن function of state، وشو بيساوي الانتروبي. بالمرات الجاية إن شاء الله، المحاضرة الجاية رح نأخذ أمثلة كمان زيادة على الانتروبي، ورح نأخذ examples إنه نحل وشو قانون الانتروبي بيساوي. فكرت التسجيل راح كنت انت يعني تمام. حد عنده question؟ لأن الأصل تكونوا ها متابعين شوي، لأنه ما عندكم امتحانات تخصص اليوم، يعني حسب ما مر علي بالجدول، لأن أنا بتابع الجدول، فما في امتحانات تخصص اليوم، بكرة في عندكم هذيك إنه، فخليكم ركزين معنا. طيب المادة هاي أغلبها ثيوري، حكي أكثر منها حد،
بس لقدام بآخرها لما نروح للثيرموداينامك اللي كمان بيعتمد على السكند لو ثيرموداينامك، رح يكون في حل، في حل، في حل شوية إنه بده تركيز زيادة. question، معنا question كالعادة الحمد لله شاطرين. تمام يعطيك العافية. الله يعافيك يا مصعب. اليوم الثلاثاء اجا مصعب هون يعبرني، يلا منيح. اليوم الثلاثاء ان شاء الله بنشوفكم نكمل على الانتروبي. تمام، لو رحنا مصطلح انتروبي فرح نكمل على الانتروبي ان شاء الله. يعطيكم العافية.